أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم الأصوات التي تكون بين البرامج في القنوات المحافظة وهي أصوات بشرية يحاكون بها صوت الموسيقى الموجود في القنوات الأخرى؟ الموسيقى وما يشبهها لا يجوز، الموسيقى نفسها وما يشابهها من الأصوات لا يجوز استماعها ولا استعمالها. أنا عاد غير الموسيقى ولا ما فيها الموسيقى، ما يجاب دعاء، ما يجاب آية أو حديث تذكير للناس. نعم.